أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة بمناسبة الذكرى 17 لأحداث 11 من سبتمبر سنة 2001. لا شك أن هذا الحدث يعد الأهم والأضخم في الألفية الحالية، حدث غير مجرى السياسات الأمريكية تجاه العالم كله وتجاه الدول الإسلامية والعربية بشكل أخص، كما عانى كثير من العرب والمسلمين المقيمين في الولايات المتحدة وفي أوروبا من أنواع المعاملة السيئة. في صباح ذلك اليوم والذي يوافق يوم الثلاثاء كيومنا هذا، اصطدمت طائرات مدنية لنقل الركاب ببرجي مركز التجارة العالمي متسببة في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، حدث أعاد رسم طبيعة العلاقة بين الإسلام والغرب وفتح الباب أمام مقولات جاهزة كانت تبحث عن مبرر، كمقولة صدام الحضارات وأن الإسلام دين عنف لا دين سلام وأن المسلمين يشكلون خطرا على الغرب. فما هي الأسباب المباشرة لحادثة الاعتداء على برجي التجارة العالمي؟ وكيف غير هذا الحدث وجه العالم وفتح الباب أمام ما سمي بعد ذلك بالحرب على الإرهاب؟ وما هو تأثير الحادثة على علاقة الإسلام بالغرب؟ وكيف تضرر المسلمون المقيمون في الغرب خصوصا بما حدث؟ وما هي جذور فكر المفاصلة والتكفير لدى الجماعات الإسلامية المتشددة؟ وكيف يمكن مقاومته؟ أسئلة نحاول إجابة عنها في تغطية اليوم. أرحب بضيفي في الأستوديو، الأستاذ زهير سالم رئيس مركز الشرق العربي. مرحبا بك أستاذ زهير. والأستاذ عبدالله أنس المختص في شؤون الجماعات الإسلامية. مرحبا بك أستاذ عبدالله. عبدالله أنس، أبدأ معك. هذا الحادث تعلق باسم مؤسس القاعدة وهو أسامة بن لادن. أنت كنت مع أسامة بن لادن في أفغانستان حيث وقع تأسيس مكتب خدمات المجاهدين، وكان الرجل أحد من أسس أو من اشتغلت معه. في تلخيص موجز جدا يعني، حدثنا عن طبيعة أسامة بن لادن، وهل كان فعلا يحمل هذا الفكر الذي تحول إلى تفجير بعد ذلك؟ فعلا ما تفضلت، مثل ما تفضلت أخي سمير، يعني الحادثة، أنتم تقفون اليوم عند حادثة 11 سبتمبر، الحادثة بالمعنى الحدث اليومي بالشكل الذي كانت عليه، يعني أسالت كثيرا من الحبر من فعلها وإذا فعلتها القاعدة هل هي قادرة على فعلها ولا مش قادرة على فعلها، وهل تمت يعني تم اختراقها لتقوم بهذا، وتذكر يعني كثير من النقاش. نعم. وكيف غادر المبنى في ذلك اليوم مجموعة من اليهود. نعم. وكيف بعض التقارير رفعت للإف بي آي ولم تعمل بها، وكلام كثير يعني جاء. نعم. كلام كثير يخص يعني كحادث إعلامي في ذلك اليوم. أنا أتصور هذا الحديث بهذا الشكل بمرور السنوات خفت يعني، ولذلك حتى تلاحظ اليوم يعني في العالم الآن ما هوش ذلك الزخم اللي كان يعني تطرق إليه وسائل الإعلام بالقوة اللي كانت موجودة بعد السنة الأولى والثالثة والرابعة من هذا الحدث. لكن لا نختلف على، سوف أعود إلى سؤالك الذي تفضلت به، لا نختلف على أن يعني مقدمات هذه العملية وتشكل العلاقات الدولية مثل ما أشرت، خاصة بين العالم الإسلامي والغربي وعلى رأس العالم الغربي أمريكا، مقدماتها ومآلاتها اللي هي الآن تشكل العالم، هذه لم تنتهي. وأنا يعني ربما يعني لي كتاب سيصدر ربما في آخر نوفمبر، يعني هنا وقعت العقد مع دار نشر هيرست تي في، هيرست بابليشر، حد دور النشر هنا في لندن، وسيكون الكتاب إن شاء الله في على الرفوف، هو بالإنجليزية في بداية جنوري 2019. ويعني والكتاب كانت له مقدمة بالمناسبة عبر قناتكم المغاربية الموقرة، أنا كنت تحت عنوان رحلتي مع الجهاد. ومما دفعني إلى اليقين بأن هذه المسألة يعني تفاعلاتها كبيرة جدا. جميل، سنأتي أستاذ عبدالله للتفاعلات، لكن أجبني لو سمحت على السؤال حتى
نفهم كذلك عقلية هذا الرجل الذي وقف خلف هذه المنظمة بهذا الشكل وبهذا الحجم. لكن دعني فقط أرحب بضيف ثالث انضم إلينا الآن في عجالة معي من الولايات المتحدة الأمريكية، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد عويس. مرحبا بك دكتور محمد. شكرا لكم وشكرا للمغاربية لاستضافتي. شكرا لك. إذا نعود أستاذ عبد الله يعني للسؤال المتعلق بأسامة بن لادن. طبعا يعني أنا المرة الأولى اللي التقيت فيها بأسامة بن لادن كانت في سنة 84 في بيت الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه، وكان في زيارة خفيفة، لم يكن ملتصق بالجهاد الأفغاني في ذلك الوقت. أنا أذكره للتاريخ 84، وكانت زيارة يومين أو ثلاثة، وكنت أنا قادم جديد يعني جاي من الجزائر، فالتقيت به. كانت أول مرة في بيت الشيخ عبد الله في إسلام أباد. ذلك الوقت كان الشيخ عبد الله عزام يدرس في الجامعة الإسلامية، العاصمة الباكستانية إسلام أباد، كان يدرس في الجامعة الإسلامية، وكان يزوره أسامة بن لادن، لكن لم يكن ملتصق بالجهاد. وبعد ذلك بسنة ونصف أظن بدأ يعني يدخل في الجهاد بالمعنى العملي، يعني انتقل إلى ساحة بيشاور، وانتقل إلى الجبهات الجنوبية في داخل أفغانستان. وأنا هذا الحقيقة يعني موجود في الكتاب بالتفصيل، سوف إن شاء الله لمن يريد أن يرجع إليه بالتطورات من اللقاء الأولي، وكيف كان أسامة بن لادن، وكيف ما هي المؤثرات التي جعلته ينحى منحى آخر، ومتى فصل نفسه عنا، عن مكتب الخدمات وعن الشيخ عبد الله عزام. وكيف لما ذهب إلى السودان، وكيف رجع إلى أفغانستان. هذه محطات ربما لا يتسع لها برنامج. حينما كان هو في أفغانستان واشتغل معك في مكتب الخدمات، هل كان يحمل هذا الفكر؟ لا لا يعني أنا كيف يعني كان ينظر يعني إلى علاقة المسلمين يعني لمن لا يعرف أنه يعني أسامة بن لادن كان لا يرى الجهاد في أفغانستان بدون إذن ولي الأمر. وأنا أذكر مرة كنا جالسين نحن أسامة والشيخ عبد الله، فشيخ هذا كان في أواخر 86، فيقول له يا أبو عبد الله يعني أنت رايح جاي رايح جاي، يعني 20 يوم هنا وشهرين في السعودية، تعال استقر هنا إذا أنت مقتنع بهذه القضية. فيقول أنت تعرف يعني لا إذن لي من ولي الأمر إلى ذلك الوقت. وقال إذا كان قدرت تقنع لي الشيخ بن باز يعطيني فتوى أني أتفرغ للجهاد. فإلى ذلك الوقت أنا هنا تحدث عن أواخر 86، كان مازال، وخاصة أن أنت تعرف يعني أسامة بن لادن هو الأخ 59 يعني من لمحمد بن لادن، الأب الكبير المؤسس اللي هو أصله من حضرموت يعني يمني، وجاء واستقر في السعودية. وعنده بين 59 بين ذكر وأنثى، وأسامة هو يعتبر أصغرهم. فكانت العلاقة وطيدة بين شركة بن لادن والعائلة الحاكمة في السعودية، فهو كان ضمن هذا الإطار. لكن بعد ذلك تطور هذا الأمر. ما الذي حدث حتى جعل الرجل يغير؟ لا نريد فكرة. أن أعطيك جملة مقتطفة هكذا في الهواء، لأنك ما قلت لك أنا يعني هناك جملة أحداث حدثت. نعم، وهذا يعني أتصور أنه لذلك أنا وضعتها في كتاب، وحتى لأنه لا تستطيع أن تعطيها كذا. وحتى نحن المشاهد يفهم كذلك، أنت كنت تقول أن الرجل لم يكن يحمل هذا الفكر أبدا. فجأة، هل هو فجأة أم تراكمت لديه انطلاق من الجهاد الأفغاني يعني أو من أشياء أخرى؟ لا ليست فجأة، يعني أنا معاصر لتطوراته، ويعني صديق يعني تربطني به صداقة وكذا، رغم الاختلاف يعني في النهج الذي نهجه. فقط ولا تنسى أنه يعني أنا أكثر واحد تضرر بفعل القاعدة وعلى رأسها زعيمها أسامة بن لادن، هو بقتل صديقي أحمد شاه مسعود رحمة الله عليه، وهذا قبل الأمريكان، قبل القاعدة وجود بعدين عاد مسؤوليتها على قتل يعني قتلوه في 9 سبتمبر، ولم يكن في أفغانستان لا أمريكان ولا كذا مما ولذلك لا أريد أن أجتزئ يعني التفصيل في هذا، تركته للكتاب إن شاء الله. لكن يبدو أن فكر الجهاد والتحاق الظواهر هو الذي أثر كثيرا يبدو في عقلية أو في تفكير بن لادن، فيه من هذا مما دفع إلى ليس على إطلاقه، لكن فيه جزء من هذا، فيه جزء من هذا. طيب طبعا نحن لا نريد التفصيل كما ذكرت حضرتك، لأنه ليس هذا مجالنا، بس حبينا نفهم والمشاهد يفهم أنه من يقف وراء هذا الفكر، من أسس لهذه القاعدة، كيف كان ينظر وكيف تنقل. أستاذ زهير سالم أرحب بكم مجددا. هذه الحادثة ليست من المبالغة القول أنها غيرت علاقة الإسلام بالغرب، بوش الابن في فترة نرفزة وصف الحرب
على العراق بالحرب الصليبية أو شيء من هذا، أعطاه هذه الصفة، اعتذر بعد ذلك لكن خرجت في فترة، فواضح كان هناك دفع نحو هذا الهجوم على العالم الإسلامي. الأحداث حدثت في مجموعة كانت في أفغانستان في الجهة الغربية للعالم الإسلامي تجاهها، لكن بطريقة ما بفعل فاعل وقع جذب قلب العالم الإسلامي اللي هو العراق والشام إلى هذه المعركة. هل بتقديرك كان كل شيء مرتب بمعنى إدخال المنطقة نتيجة هذا العمل الكبير في هذه الفوضى التي لا زال تعيش فيها، أم أنه هذا جاء بعد بناء على هذا العمل الذي لم يكن محسوبا مآلته يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في الحقيقة يعني ما تتفضلون به هو أن هذا الحدث كان ضخما وكبيرا، وأنا أريد أن أضيف ومستنكرا، ولكن أريد أن أقول شيء، ولكنه ضخم أكثر من ضخامته وأعطي أكبر من حجمه ووظف في أمور ربما ما كان لها، لو كانت علاج القضايا بطريقة طبيعية ما كانت لهذه العلاجات أن تسير في هذه السياقات، بمعنى أنه وظف لإرادة لاعبين آخرين. نحن مشكلة الآن عندنا التي يجب أن نركز عليها في طرفنا الإسلامي أن هؤلاء الذين نسبت إليهم العملية، كما تفضلتم هناك أقاويل كثيرة بمن قام بالعملية، من خطط، من دبر، من مرر، ثم من نفذ، هذا أقاويل كثيرة. مهم شريط لبلادنا يقول نحن نفذناها يعني. المهم هذا الذي أريد أن أقول أن هناك مجموعة من أبناء هذه الأمة شئنا ما بينا اعترفنا فيهم ما اعترفنا بهم، هم مسلمون، هم قاموا بهذا العمل، اعترفوا بالعملية وتبنوها وتفاخروا بها. الأدهى من كل ذلك أننا بعد دفع ثمن لمدة 17 سنة ما يزال في ثنايا هذه الأمة أناس يعتبرونها نصرا وعملية مجيدة وغزوة من الغزوات الكبرى، وهذه نقطة الخلاف المبدأ. نحن مثلا نعتبرها كارثة حلت بالأمة، جريمة كانت بحق الآخر، ولكن هذه الجريمة كانت كنا ضحاياها بالدرجة البعض الأساسية، البعض اعتبرها ليشفي صدور قوم مؤمنين. أيوه، ولكن مع ذلك الذي يقلقنا ويجب أن يقلقنا أن بعض أبنائنا، بعض من يلوذ بنا عندما يتحدثون عنها، يتحدثون عنها كأسوة وأنموذج وطريقة في التعامل، وعلى أنها كانت بطولة. نحن دورنا الآن أن نبين في أبعاد هذه العملية مدى الخطورة لهذا التأسيس. الآخر نلوم الآخر الذي ضخم العملية والذي وظف العملية والذي استغل العملية، بدل ما تحاسب 20 شخص 30 شخص 100 شخص أنت تحاسب أمة بأكملها سدس العالم، مليار ونصف مسلم يدفعون ثمنها، ومع ذلك هذا دور الآخر. أما أن يكون في بني جلدتنا، في أبنائنا، في من يفكرون تفكيرا إسلاميا حقيقيا، من يعتبر مثل هذه الخطايا، ولا أريد أن أقول خطيئة، مثل هذه الجرائم منهج وطريق ونصر، هو هذا الذي يجب أن نسلط عليه الضوء، يجب أن نستل من هذه العقول. لكن أستاذ زهير، لا يجب أن ننكر كذلك أن المبررات التي استندت إليها القاعدة في القيام بهذه العملية ما زالت إلى اليوم جماعات تستند إليها، وما زال عموم المسلمين يستندون إليها، اللي هي لا نتحدث عن تبرير العمل، أقصد على ما بررت القاعدة به عملها، وهو علاقة المسلمين، علاقة مستعمر، علاقة يعني استغلال إلى غير ذلك، فردة الفعل تكون بهذه الطريقة يعني. يعني دعنا نعيد الأمر في حول هذه النقطة. يعني الأمة مهما كان ما يزال في شيء اسمه جماعة المسلمين، حتى الآن نحن مشرزمون ومختلفون، ودخل الخلاف يعني في بنيتنا الداخلية، لكن في رأي سواد عام للمسلمين، أنا ما علمت أحد من الذين يؤبه لهم من أهل الإسلام وجد تبريرا لهذه العملية. لا، هو ليس هناك أي تبرير، أو وجد تسويغا طبعًا. أو اعتبرها بالمفهوم الذي يعتبره به هؤلاء، يعني الذين يعني أشارت إليهم أحاديث كثيرة، يمرقون من الدين كما يمرق السم. هذا العمل في لحظته الأولى
استنكر وشجب على مستوى العالم الإسلامي، نعم، على الجغرافيا الإسلامية أجمع، صحيح، ومن المرجعيات الإسلامية أجمع، ومع ذلك دفع ثمنه المسلمون أجمع. وهنا يعني هذه التبريرات التي تساق يعني لا يقبلها لا عقل ولا شرع. نحن عندنا العقل مناط التكليف، يعني لا يمكن أن يعني يقتل أناس بجريرة أناس آخرين أو بدعوى أناس آخرين ثم أن تعلن مثل هذه الحرب. يعني كانت هذه العملية بحد ذاتها الآن الجهد الذي الإيجابي الذي يجب أن تقوم به محطات الإعلام أن تنتهي هذه الفتنة، هذه الفتنة التي بأحد جوانبها إعجاب بعض أبنائنا، بعض أحبابنا، بعض إعجابهم بهذه العملية طبعاً وإصرارهم طبعاً. خذ الآن مثلا تعقيب ما جرى في سوريا. نحن نتحدث هناك عن 3,000 إنسان، أنا سأتكلم بكلمة إنسان بغض النظر. نحن في سوريا الآن نتحدث تقريبا عن 1,000,000 إنسان. هؤلاء أنفسهم كان لهم يد، ضحايا طبعا، قتلوا وهؤلاء كان. واليوم الذين ينتظرون في إدلب هناك جزء فرع شعبة من هذا التنظيم موجودة في إدلب تعطي ذريعة للجريمة نفسها. جميل. فنحن أمام حالة يجب أن يكون هناك تشخيص إسلامي حقيقي وموقف إسلامي حاسم، وهذا لإغلاق الباب أمام مثل هذا ما نريد، وأمام مثل هذه الرؤية. هذا ما نريد أن نصل إليه بحصة اليوم بمسابة اليوم. إلى أمريكا الآن معي من هناك الدكتور محمد عويس، ورحب بك دكتور مرة أخرى. دكتور، هل كنت في أمريكا سنة 2001 حينما حصلت هذه الحادثة؟ نعم، وكنت قريب من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. طيب، حدثنا دكتور، حدثنا عن الجو الذي ساد في تلك الفترة وردة الفعل الأمريكية أساسا على ما حصل. دعني أعقب قبل أن أدخل بالموضوع على موضوعين يعني سمعتم من الإخوة الذين تحدثوا قبلي. بالنسبة لكلمة حرب صليبية، أنا أريد إيضاح أن في الغرب يستعملون كلمة كروسيد كجهاد كما نستعمل نحن كلمة الجهاد. يعني الجهاد عندنا يعني الجهاد النفس، جهاد من أجل العائلة، من أجل الوطن، من أجل الدين، وليس القتل. والكروسيد عندما يستعملون كلمة كروسيد هو جهاد من أجل تحقيق غاية، وليس الموضوع صليبي أو غير صليبي. نعم، الذين قاموا بالعملية، الذين اعترفوا أنهم قاموا بالعملية هم أسامة بن لادن، الذين لبسوا ثوب الإسلام. ودعني أقول أن الذي ألبسهم ثوب الإسلام هم نفسهم الذين الآن هم يحاولون شيطنة كل ما هو مسلم. يعني لو سمعوا الإخوة الذين تحدثوا قبل يصلون ويسلمون على رسول الله يقول هذا إخوان ولا هذا إرهابي. فلذلك الذي أوصلنا إلى هنا أولا كانت ثورة إيران أو ما سموه الثورة الإيرانية وعمليات التفجيرات التي بدأت، عملية تفجير مبنى المارينز في لبنان على يد حزب الله اللبناني، وبعد ذلك دخل السوفيات إلى روسيا إلى أفغانستان، وقامت بعض الدول العربية بقيادة السعودية بتعبئة الشباب من أجل الدفاع عن أفغانستان للوقوف في وجه المد الشيوعي في أفغانستان. لكن الذي حدث أنها تحولت هذه الحركة إلى حركة إسلامية وأصبحوا جهاد وخرجوا عن الهدف الرئيسي من الذهاب إلى أفغانستان. ودعني يعني أستعجل الأمر وأقول وخرجت بعد خروج روسيا، خرج الأمريكيون ومن معهم كذلك من العرب من أفغانستان وتركوا لنا الطالبان والقاعدة. وهذا تماما ما حدث في العراق، دخلت أمريكا بكل قوتها. طيب. وضربت بلد قائم. دكتور، كل هذا حصل بعد 2001 والبعض يعتبره نتيجة لما هذا الحادث، لكن أنا أود أن أفهم منك وأنت على عين المكان وقت الحادثة وإلى الآن، كيف أثر هذا الحادث على علاقة المسلمين المقيمين هناك بالدولة، بالمجتمع الذي يعيشون فيه؟
نعم، صدرت عدة قرارات مباشرة بعد 11 سبتمبر معادية تقريبا للعرب وللمسلمين وللأقليات كذلك. يعني دائما عندما يعني يهاجمون الأقليات معنا كذلك. وصدرت قوانين كثيرة في فترة حكم الرئيس بوش، وقاموا بإقصاء العربي والمسلم. أنا كنت أظهر على شاشات التلفزة الأمريكية قبل 2001. بعد 2001 أنا أؤكد لك أني لم أظهر على أي شاشة أمريكية، لا يستدعون حتى لو رأونا في الشارع يبتعدون من طريقنا، لأنهم لا يريدون الكلام مع عربي أو مسلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك واجهنا مشاكل كثيرة. أنا واحد من الناس الذين واجهت مشكلة هنا في مطار واشنطن شهر بعد العملية أو جريمة 11 سبتمبر. أنا نقلوني من الدرجة الأولى إلى الدرجة السياحية في آخر الطائرة، لأنهم لا يريدون عربي مسلم. وأنا يعني نظرا أنني أنا كذلك طيار ويعني أطير طائرة، أبعدوني عن قمرة القيادة حتى لا أكون قريب حتى. نعم. ولم أستطيع فعل شيء. فلذلك نعم، هو تدهور الأمر. وكذلك كان الرئيس مثلا فترة حكم الرئيس كلينتون، كنا ندعى إلى إفطار في البيت الأبيض جميع المؤسسات العربية الأمريكية والسياسيين العربيين الأمريكيين إلى البيت الأبيض. من يومها وجدوا مجموعات يعني تابعة لهم معادية للعرب والمسلمين، ممن يسمون أنفسهم مسلمين ويدعونهم إلى البيت الأبيض. أما عندما وصلنا، دعني أصل إلى هذه الإدارة الآن، إدارة الرئيس ترامب، الرئيس ترامب يعادينا يعني على المكشوف، ولا يخبئ كرهه للعرب وللمسلمين. وأنت لاحظت أنه منع ست دول مواطني ست دول عظمها مسلمة من دخول الولايات المتحدة. واضح. فلذلك نعم، ما زلنا ندفع الثمن، وأنا برأيي سنستمر بدفع الثمن، طالما كما تفضل بعض الإخوة عندكم أن البعض عندنا ما زال يعتبر أن عمل أو جريمة 11 سبتمبر هي غزوة مسلمة. جميل. ترفع راية المسلمين. مهم جدا دكتور عويس هذا الذي ذكرته، لأنه حتى يفهم المشاهد ونفهم جميعا الآثار السلبية والسيئة التي أحدثها هذا العمل. أستاذ عبد الله، من ذلك الوقت إلى اليوم بدأ ما سمي بالحرب على الإرهاب، وكان وقتها طبعا المقصود به الحرب على الجماعات هذه أو الإسلام السياسي أو أي جماعة تهتم بالشأن العام أيا كان نوعها. يعني ما هو تأثير هذا الشعار الحرب على الإرهاب على دائما علاقة المسلمين بالغرب؟ هو من أبرز الشعارات التي برزت بعد 11 سبتمبر شعار الجهاد ضد الغرب وشعار الحرب على الإرهاب. وكلا الشعارين كان الهدف منهما هو فقط يعني شعارات للتسويق، لا تعبر عن الحقيقة على الأرض. يعني أنت تكلمت من قبل عن المبررات التي ساقها تنظيم القاعدة في تبريره لهذه الهجوم لهذا الهجوم. للحقيقة، وأنا أعرف يعني هذا الملف عن قرب، ليس صحيح. يعني المبررات التي قدمها أسامة بن لادن إنما كانت مبررات تسويقية للتجنيد فقط، وإلا يعني للتجنيد، لأن هناك استثمار في الغضب الموجود في منطقتنا. هناك غضب، ومصادر الغضب كثيرة. مصدر الغضب هو الحرمان الاجتماعي، أنظمة ديكتاتورية مستبدة، بطالة، شوف ما يحدث في فلسطين. يعني لما تجي تجمع ملفات التوتر كفيلة بأن تجعل هذه المنطقة قابلة للتفجير في أي لحظة. وهذا الذي نشاهده الآن. فكان أسامة بن لادن تنظيم القاعدة استثمر في هذا الغضب حتى يبرر هذه الأعمال. وإلا أسامة بن لادن تنظيم القاعدة الشعارات التي رفعها هو لا يؤمن بها، وإنما كانت فقط للتجنيد. يعني بمعنى شاب موجود في أوروبا أو في الجزائر أو في مصر عندما يتفرج في الفضائيات والإسلام يتعرض إلى الإهانة، الإسلام يتعرض إلى الإذلال، تعالوا انضموا إلينا لنعيد الأمجاد، لنعيد الخلافة. هذه الشعارات عندما يتلقاها شاب علمه قليل،
تجربته في الحياة قليلة، محبط في الحياة، كاره، فهذه كفيلة بأن تمثله نقطة جذب فيلتحق بها. لكن عندما يلتحق وأنا ملاصق لهذا الملف، وإحنا عندنا تجربة شبيهة بهذه اللي هو عملية الاستثمار في الغضب في الجزائر في بعد الانقلاب، بعد الانقلاب المشؤوم، بعد الانقلاب، وإن كان هذيك على مستوى محلي وهذه صارت على مستوى دولي. يعني أنا ما زلت أذكر وعندنا جولات مع الجماعة المسلحة وكفرونا وقتلوا من قيادات الجبهة عدد لا بأس به، اللي هو الاستثمار، يعني زوابري وزيتوني والجماعات، الجماعة الذين أسسوا الجية، كانت استثماراتهم، شفتوا ما قلنا لكمش أن هذا النظام ما ينفع معه إلا 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 الشدة، ما ينفع معه إلا القوة، وقلنا لكم أن الديمقراطية ما توصلش إلى أي طريق وسوف تصلون إلى، إن كان فيه مجموعة مع الانقلاب اللي كان موجود فأصبح فيه استجابة للانضمام إلى هذا الفكر. فالذي حصل مع الملتحقين لما طلعوا للجبال وجدوا أن الرموز التي كانوا يؤمنون بها مكفرة عندها في الجبال، ووجدوا أن الانتخاب الذي كانوا يظنون أنه ممكن يكون مخرج اللي هو التصويت للعملية السلمية من أجل نيل الحرية، وجدوا هذه العملية إدانة تؤدي إلى الإدانة وتؤدي إلى القتل، وجدوا نفسهم في عالم آخر. فإما أن ترجع للجنرالات يقتلوك وإما أن تبقى في الجبال. فهذا الذي حصل بالضبط مع الشباب الذين بعد 11 سبتمبر، وأنا أعرف والآن يعني ربما من الحالات المطروحة على الآن بعض الحكومات كيف نعمل في هؤلاء اللي هما لما ذهبوا ذهبوا بنوايا صادقة، لكن لما التحق إلى أفغانستان أو في هذه المجاميع انتع القاعدة المنتشرة في الجبال لست أدري أي إلى تشكل فكره بطريقة أخرى، فوجد نفسه أنه لا يا رجل أنا هذا معناته، وجد نفسه أمام غسيل مخ إذا قاومه اتهم بالتثبيط واتهم بأنه مخذل وبالتالي وقتل منهم عدد لا بأس به، إذا رجع إلى داره خلاص هو الآن موجود في قائمة الإرهاب ما يقدرش يرجع وبالتالي مصيره السجن. وبالتالي أنا أقول وأتحمل مسؤوليتي، القائدة استثمرت في مبررات الغضب ولا تؤمن به نهائيا، والدليل على ذلك أنها لا تؤمن لا بالتغيير السلمي. علاش طيب ليش قتلتوا مسعود؟ طيب ما كانش فيه أمريكان لما قتلتوه؟ لماذا قتلتم قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر؟ لماذا قتلتم الشيخ محمد السعيد؟ لماذا قتلتم عبد الرزاق رجام؟ ليش؟ لأنك أنت شعارات، يعني هناك استثمار في الغضب، لما تلتحق بي أنت صرت خلاص بين يدي. وهذا الذي حصل الآن في سوريا واللي حصل في العراق، ولكن الفضل من الله أنه هذا الاستثمار سرعان ما يكتشف عند أهل، يعني مش معقول ربما، والأستاذ زهير موجود معنا، تصور أنت يعني الشاب المسلم اللي ذهب إلى سوريا لنصرة الشعب السوري، تصور أنت نتيجة هذا ولا الشعب السوري نفسه يفتي بقتل هذا الشاب الذي جاء لنصرتهم. لماذا؟ لأنه حدث خلل فكري. جميل، يعني أنا جيت لنصرتكم، لكن يا عمي أنت جيت تنصرني بشروطي أنا، ولا جيت تفرض علي أجندة تكفيرية؟ طيب. وبالتالي ينبغي أن نفصل، وأنا قلت هذا بعد 11 سبتمبر. نعم هناك غضب في هذه المنطقة، هناك مقاومة شرعية، ومن بين الشعارات أن الجهاد تريد بعض الدوائر في الغرب أنه كل قضية عادلة، كل مقاومة، كل جهاد بجرد قلم حطه في زاوية الإرهاب وانتهى. هذا التسطيح وهذا هذا مش صحيح. وأيضا أرادت القاعدة ومجاميعها وأخواتها مجموعة من الأعمال الإجرامية لا يمكن أن أصفها، ما عندي إلا بالإجرام، لكنهم يحاولون أن يعطوها يلصقوها بالجهاد. سنعود للحديث بأكثر عمق عن هذه النقطة لكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نحن بصدد الحديث عن بمناسبة الذكرى 17 لأحداث سبتمبر 2001 عن الآثار التي يقول البعض أنها ما زالت إلى حد الآن آثار هذا الحادث الكبير الذي غير وجه التاريخ، غير علاقة الغرب بالإسلام كذلك بالمسلمين، وما نعيشه اليوم حسب كثيرين هو نتيجة ربما لتلك السياسة الجديدة. أستاذ سالم،
المسلمون في الغرب ربما أكثر جهة تضررت من بعد ذلك الحادث إلى اليوم. طبيعة حتى علاقة الحكومات التي يعيشون بها تغيرت تجاه هذه المجموعة أو هذه الأقلية المسلمة. كيف، ما هو نقاط التغيير التي يمكن أن رصدتها ربما في طبيعة العلاقة، كيف كانت قبل 11 سبتمبر وكيف أصبحت بعدها؟ يعني دعنا أقول إنه هذه المقدمة صحيحة، أن المسلمين في الغرب هم الأكثر تضررا كانت قبل الربيع العربي، ولكن بعد الربيع العربي الآن الضرر الذي حصل في العراق، الذي حصل في سوريا، الذي حصل في مصر، كله جزء من هذا، والذي حصل في غزة وفي فلسطين، هذا كله جزء من ثمرات هذه العقلية، ولا أريد أن أقول هذه الحادثة. هذه المبررات التي تطرح، المسلمون الآن في الغرب، المسلمون في بلادهم راحوا ضحية مشاريع ذات بعد سلطوي. إذا أردت أن ألخص، هناك بيت شعر جميل يستخدمه يقول فيه نزار القباني، يقول: الحب في الأرض بعض من صنائعنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. الغربيون يقولون هذا الإرهاب وهذا الفكر وهذا الفقه بين قوسين وهذا التوظيف للجهاد بعض من صنائعنا، لو لم يكن هؤلاء موجودون لأوجدناهم. هذه الآن معادلة متداخلة. نعم. اسمح لي، نحن نريد أن نبسط القاعدة في سوريا، إن كان في صورة جبهة النصرة أو في صورة تنظيم الدولة، مكنت من الذي كان يشتري النفط من تنظيم داعش في العالم؟ تنظيم إرهابي محكوم بالإعدام، محاصر، يستخرج النفط من آبار في سوريا ويبيعه. لمن يبيعه؟ للمريخ ولا للمشتري ولا من الذي كان يشتري هذا النفط؟ كانت دول تعلن ظاهرا الحرب على هذه التنظيمات وهي تعطيها مواد التمويل. في نقطة أشار إليها الأخ من واشنطن مرت بسرعة، أريد أن أعلقها. هو ذكر ثورة إيران والخميني 79 وما جاء بعدها. أنا أتذكر قضية واحدة، لما سلمان رشدي أصدر كتابه المعروف، والذي يعني لو ترك هذا الكتاب، والآن الكتاب انطفأ ومات ولم يبقى منه شيء، من الذي أصدر فتوى بقتل الخميني؟ نعم. الخميني ليجعل شابا من أبناء هذه الأمة الأغرار البسطاء الجهال الذين ظواهري. هذه أسئلة ضخمة. المخابرات العالمية تعلم أين يقيم الظواهري. أبناء أسامة بن لادن من أين خرجوا؟ خرج أحدهم أليس من إيران؟ هو هذا كلام مهم أستاذ زهير. أنا أود أن، لأني سألتك سؤال إنه مهم جدا كذلك، ونحن نتحدث في الموضوع أنا أتحدث في جميع أوجهه. المسلمون هنا في الغرب كانت لهم وضعية مختلفة قبل هذا الحادث. هم نفسهم كانوا ينظرون أنهم جزء من المجتمع، أنهم أقلية، أن عليهم واجب خدمة هذا المجتمع، تقديم ما لديهم من معارف وعلم إلى غير ذلك. بعد هذا الحادث رويدا ونحن في نسق تنازلي سلبي تجاه نظرة الغرب إلى صعود الشعبويين. الآن في كل انتخابات، في أغلب الانتخابات في الغرب، هو دليل على هذه العلاقة التي توترت وتزداد توترا الآن. سؤالك: ما هو الذي رصدته في هذا التغير الذي حصل في علاقة المسلمين هنا في الغرب بدولهم التي يعيشون فيها، بالمجتمع الذي يعيشون فيه؟ يعني هذه العلاقة حقيقة، دعنا نقول الذي لنا والذي علينا. يعني هل كانت الأعداد التي خرجت من أبناء المسلمين الذين يعيشون في الغرب وذهبت إلى سوريا وإلى العراق، هل كانت هذه الأعداد قليلة؟ ما كانت قليلة، وما كان منتظر. نحن نتحدث مثلا في بلادنا عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية وما يعاني منه، لكن الإنسان الذي يعيش هنا، هؤلاء الذين ذهبوا في مشروع عدمي، يعني أرسلوا رسائل سلبية. وربما القيادات المشرفة على الساحة من علي كما يقولون كانت تريد أن تعطي هؤلاء فرصة لكي يعبروا عن أنفسهم. الذي تغير علينا
كان يجب أن نبادر إلى تغييره بأنفسنا، أن نمتلك الجرأة لإدانة هذا الخطاب. وهذا حصل على مستويات دعني أقول شكلية بنوع يعني لم يدخل إلى العمق. يعني كثير من الخطاب الذي الجواني دعني أقول بقي يداري، يعني حتى الآن بعض الناس إذا بيذكر أسامة بن لادن يقول لك الشيخ أسامة بن لادن، يعني هو في رأيه أنه هذا الرجل كذا كذا كذا. فهذه الحالات يعني لم يعني تنجز القطيع المطلوبة مع هذا الفقه، مع هذا الفكر، مع هذه المنظومات، هذه القطيعة. واشتغل الآخرون أيضا عندهم غلاة وعندهم متطرفين واشتغلوا على ذلك. كل التغيرات الآن والتضييق الذي يعيشه المسلمون في الغرب هو مخرج طبيعي لمقدمات تلبس بها الفريقان. نحتاج إلى وقفات حقيقية في التواصل لكسر الصورة النمطية التي تشكلت عن المسلم لدى الآخر، وبالتالي استقبال أيضا صورة أخرى عن مجموع الناس الآخرين حتى الذين نريد أن نتعايش معهم. أعود إلى الولايات المتحدة، معي من هناك مرة أخرى وأرحب بالدكتور محمد عويس. دكتور محمد، سؤالنا دائما في إطار علاقة المسلمين بالدول الغربية التي يعيشون فيها، كيف يعني دعنا نقول كيف استفاد المسلم أو هل استفاد المسلمون من مثل هذا الحادث الشنيع المدان بكل عبارات الإدانة، والذي كما يقول الكل أنه لا ينتمي ولا يمكن أن يعبر لا عن الإسلام ولا عن الفكر الإسلامي، لكن هل في ظل هذه النظرة السوداوية والسوء الذي حصل للمسلمين في الغرب، هل هناك جانب إيجابي بعد أحداث 11 من سبتمبر؟ يعني السؤال الجواب السهل هو لا، ولكن دعني أقول أن الشعبوية في أمريكا، وأنا أتحدث عن أمريكا لأنني أفهم المجتمع جيداً بعد 40 سنة في هذا المجتمع، أفهم كيف تتحرك التركيبة الأمريكية هنا. الشعبوية والعنصرية، العنصرية الأبيض ضد الأبيض والأبيض ضد اليهودي والأبيض ضد الإسباني، موجودة وقديمة جدا قدم الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يكن المسلم أو العربي على مائدة الكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد 11 سبتمبر. كان في الماضي مجموعة الكيكيكي اليمينية العنصرية كانت عادة هي تشدد وتركز على اليهود وكراهيتها لليهود والأمريكيين من أصول إفريقية، لكن بعد 11 سبتمبر نهضت وخرجت حتى جماعات عن هذه الجماعات، يعني شغلتها الأساسية هي ملاحقة المسلمين وحرق مساجد المسلمين. وأنا كنت في ولاية غير واشنطن في الماضي وحرقوا لنا المسجد هناك، حرقوا المسجد ولحد الآن لم يلقى القبض على أحد. ولكن دعني أقول كذلك، يعني نحن من أتى كما يقال في بلاد الشام أتى بالدب إلى الكرم. يعني في بداية التسعينيات لاحظت أنا في فترة وجودي هنا أن هناك جماعات سلفية ظلامية تأتي من دول خليجية، لأن معظم الذين كانوا يأتوا هم من دول خليجية يحاولون الهيمنة والسيطرة على المساجد وتغيير الفكر الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعوا تجنيد الكثير من الشباب. وهؤلاء الشباب كما تفضل الدكتور زهير قبلي أنهم ما زالوا يقولون الشيخ أسامة، ما زالوا يقولون الشيخ أسامة هنا عرب أمريكا، بعض المسلمين في أمريكا، لأنهم تتلمذوا على يد هؤلاء المستشيخين وليس المشايخ الذين أتوا من دول عربية التي كانت تحاول أن تهيمن على الحركات الإسلامية أو على الدين الإسلامي في الخارج. لكن بعد 11 سبتمبر وبعد احتلال العراق انقلب السحر على الساحر، وانقلبت هذه الدول كذلك على نفس هؤلاء المشايخ، وإذ بهم يعني يختفون من الشارع الأمريكي ومن المساجد الأمريكية، ولكن تركوا وراءهم كذلك بعض الشباب الذي ما زال فكره ظلاميا ولا يفهم يعني عملية التعايش في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبدأنا نرى أننا نعيش في بعض الأماكن هنا في أمريكا، نعيش في جاتو، يعيشون في مناطق معزولين عن الناس، وهذا سيؤدي في يعني مع المستقبل إلى مشاكل، حتى ليس فقط مع الأبيض الأمريكي أو مع الشرطة والسلطة الأمريكية، بل سيؤدي إلى مشاكل داخلية في المناطق الفقيرة والمهمشة مثل في ديترويت، في شيكاغو، في باترسون نيوجيرسي، حتى هنا في واشنطن، هنا منطقة في واشنطن قريبة من الإسبانيين، ولكن كلها عرب ومسلمين، من عرب وغير عرب كذلك، أفارقة مسلمين، وهذا بدأنا نرى مشاكل بين الطرفان. فلذلك يجب علينا جميعا، أنا لا يعني لا أتحدث فقط عن مسلمي أمريكا أو مسلمي أوروبا، على المواطن المسلم والحكام، ليس حكام الظلم والظلام المسلمين، الحكام الذين يريدون مستقبل للإسلام في العالم، يجب عليهم أولا إعطاء الحرية للمواطن بالتفكير والعبادة كما يريد، وليس كما يريد السلطان وشيوخ السلطان. عليهم أن يتصالحوا مع الشعوب، وأن يتوقفوا عن التلاعب في مناطق بعيدة عنهم من أجل إشغال الشعب بأمور خارجية، لأنهم يتحكمون بكل مناحي الحياة للشعوب العربية المسلمة والإفريقية وفي حتى آسيا، أصبحت معظم هذه الدول طيب ديكتاتورية. دكتور عويس، ابقى معي، سأعود إليك أستاذ عبد الله أنس. طبعا هذا العمل، هذا التفجير الذي تكرر، وبعد القاعدة ظهرت جماعات أخرى، وكلها ربما تكون التي تأتي بعدها تكون أكثر تطرفا من التي سبقتها. كان هناك تنافس في التطرف والتشدد، انتهاء بداعش وما أحدثته سواء في الشام أو حتى في منطقتنا المغربية، موجود الأحداث التي حصلت في الجزائر في تسعينات القرن الماضي، كذلك ما حصل في تونس بعد الثورة، ما يحصل الآن في ليبيا، كثير ممن يتسبب فيه هو أبناء هذا الفكر. ما هي بتقديرك الجذور التي والأصول التي يبني عليها هؤلاء فكرهم، رأيهم في للمجتمع؟ هل هي فعلا، لأنه دائما يستعملون القرآن والسنة، لكن هل هذا الذي يبنون عليه فعلا يتطابق مع الواقع ويحتاجه الواقع؟ ليست هناك طريقة أخرى للفهم؟ شوف يعني أخي سليم، فعلا هي أسئلة كبيرة وتحتاج إلى الإجابة عليها، يحتاج إلى مؤتمرات وليس إلى ساعة، لأنه فعلا أسئلة وتحديات تشكل الرأي الجمعوي، الرأي العام العالمي بما فيه يعني أهل الفكر. أنت لو نظرت مثلا آنيا لوجدت أن أول مصدر للتجنيد هو حالة الغضب مثل ما قلنا من قبل. نعم. يعني أي صوت يأتي ويرمي بصنارته إلا ويجد من يستجيب له. يعني أنت إذا نظرت إلى ما يحدث في سوريا الآن، فيه مسلم عنده ذرة إيمان، إنام يعني مطمئن البال وهو يشوف هذه المظاهر، فيه مسلم ينام مطمئن البال ويشوف يعني الرئيس الأمريكي يعلن أن القدس لم تعد للإسلام، القدس هي تابعة لبني صهيون، واللي ما عجبوش الحيط قدامه. أنت تتكلم عن يعني الوقت لا يتسع، يعني حالات من الاستفزاز لثوابت المسلمين، لدين المسلمين، لتاريخ المسلمين، لعقائد المسلمين، لا يمكن لإنسان فيه ذرة إيمان أن ينام مطمئن البال وكأنها شيء لم يحدث. فإذا درجة الغضب الريسورس الأول، المصدر الأول للتجنيد في الغضب. التحدي يكمن في من الجهة التي تستثمر في هذا الغضب. فهنا الجهة التي استثمرت في هذا الغضب وبالطريقة التي أرادتها القاعدة وصولها الفكرية، لأن نعم. عملية حمل السلاح لمقاومة المحتلين ما بدأتش في 2001، يعني هذه عقيدة في الأمة موجودة من قرون. نعم. ولكن الأمة دائما قاومت المحتل بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه العقيدة الجهادية احنا مارسناها في أفغانستان. أنا لحد الآن ممكن ما يتصور، ما يصدقش، يستغرب ممكن للمشاهد، لحد الآن أنا على اتصال ببعض الأسرى اللي كانوا عندي، أسيري روسي، أسير روسي تتصل به كل ست شهور، كل عام، كيف حالك؟ هو يتصل به كيف كذا، لأنه هذا كان أسير، تقاتلنا في الخنادق وقع في الأسر، وإذا وقع في الأسر لا
ينطبق عليه الوجه الثاني من الإسلام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني كان منظومة أخلاقية. عمر المختار مجاهد، الأمير عبد القادر مجاهد، جبهة التحرير مجاهدة، يعني جبهات الجهاد الأفغاني كان مجاهد. فالأمة بهذا المعنى لا تخجل من الجهاد، ولا تضع رأسها في التراب باسم الجهاد حتى يقول الغرب ما يقول. يعني الجهاد عقيدة في هذا. أرادت القاعدة وأخواتها أخرجوا مبدأ الجهاد من هذا السياق. وأنا في تصوري كما قلت، المصادر المباشرة اللي هو الغضب، وهناك مصدر آخر. مصدر آخر هذا يبدو لي هو المدرسة النجدية. المدرسة النجدية مسؤولة نمبر وان على الوهابي. يعني تريد تقول يعني اصطلاحا لماذا؟ لأنه عملية، لأنه انت ما تعرف، يعني العالم الإسلامي هذا متشكل من المدرسة الديوبندية، من المدرسة شمال إفريقيا المالكية، الشنقيطية، الشاطبية، والمقاصدية. يعني موجود هوية فقهية وأصولية ومقاصدية. المدرسة الشامية، الأزهر. فالعالم الإسلامي مكون من هذا. العالم الإسلامي بهذه الأبعاد، سواء بمسحته الصوفية أو بمسحته المذهبية، إسلام متوازن معتدل. المدرسة الوهابية التي تحاول الآن النظام السعودي أن يتخلص منها بجرة قلم وطبعرة ستكلفه، لأنه ليست سهلة وقد تفرغت. أنت خرجت آلاف الدكاترة من هذه الجامعات اللي مستعد يعمل مشكلة ولاء وبراء على كون عندك اللحية ولا ما عندكش. المدرسة هذه كلها، هذه لو جيت تتبع أنت الخط البياني للتعبئة الفكرية لهذه المجاميع، القاعدة وداعش والنصرة وغيرها، لوجدت أن التنظير الذي تقوم عليه مصادره تلك المدرسة، اللي هو التكفير الآخر، مصطلحات مبتدع ومفاسق ومرتد ومنحرف وليس على البينة وليس على المنهج الصحيح وليس على البصيرة السواء. هذه مصطلحات مجموعة لتصنيف خلق الله. هذه المصدر الثاني لمجاميع هذه القاعدة. لكن رب ضارة نافعة، لأن الشعوب، أنا أذكر بعد 11 سبتمبر كنت أطلع في بعض الفضائيات، وكان بعض الناس عندما كنت أتكلم وأعطي تقييمي، لأنه حتى بعض الفضائيات سواء العربية ولا الغربية دخلت في هذا المجال للاستثمار السياسي، فكنت أقول بعض الكلام، أخرج من استديو ما أمشي 100 متر إلا والتقي مع واحد، والله يا أخي بدأنا نخاف عليك، أنت بدأت حياتك بالجهاد في سبيل الله، والآن يعني منش عارف كيف صار أمرك وسمعناك، ومنش عارف ما كنتش مع الحق وكذا. وأنا أعرف هذا الملف من بدايته، وأنه لا يمكن أن يجلب أي نفع للأمة الإسلامية من هذا الفكر، لأنه كنت نعرفه من قبل. والله وهذا المبشر، بعد مرور سنة سنتين ثلاثة أربعة، عشرات الأسماء الذين وبخوني ولا وقدموا لي اللوم، وبعضهم يقول أنت، يقول الله يا أخي فعلا هذا ظهر أن هذا الفكر مضر مدمر وكذا. هذا متى أخذ يعني مداه على مستوى الشعوب؟ بعد التجربة العراقية، والآن في التجربة السورية. لأنه أنت لما تكون الشعارات هكذا على عنانها، التحقوا بنصرة الإسلام، التحقوا بالدفاع عن حياض الإسلام، تجد من يستجيب كثير. لكن على الأرض لما تصير الشعوب تشوف، يا أخي معقول يا أخي، ما أنت جاي تنفذ علي يعني هذا الفقه السطحي تاعك؟ فالشعوب تتحملك يوم يومين ثلاثة، وهذا الذي حصل في الجزائر. جميل. أي على ذكر الجزائر، أذهب إلى الجزائر الآن. معي من هناك رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم. مرحبا بك دكتور قسوم. في الجزائر يعني دعنا نقول لا تعطى دروس في مسألة التأثر بهذا الفكر أو تأثير هذا الفكر على المجتمع وعلى علاقات حتى الناس. الجزائر سبقت في ذلك دولا عربية كثيرة في تسعينيات القرن الماضي. ما هو أهم أثر تركه هذا الفكر الذي يصفه الكثير بأنه منبت وليس حقيقة الإسلام وليس الوجه الحقيقي للإسلام؟ ما هو الأثر الذي تركه في المجتمع الجزائري، والذي ربما الجزائر ما زالت تعيش تحت وطأته إلى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحياتي إلى ضيوفك الأفاضل وإلى مساعديك الأعزاء. مرحبا. وأ
محاولة لإجابة عن سؤالكم الهام والقيم، أقول بأن قبل هذا ينبغي أن نعود إلى بعض المحددات في هذا الموضوع، منها على سبيل المثال أن هذا اليوم المثقل بالمعاني والمثقل بالنتائج والمثقل بالعواقب ليس هو المقدمة ولكن هو نتيجة. فيخطئ من يعتقد بأن العداء للإسلام قد بدأ مع أحداث سبتمبر، أو أنه يعني كان الآن يعني نتيجة ذلك الوقت. العداء الإسلامي المتحكم موجود قبل أحداث سبتمبر وبعده، بل بالعكس ازداد ويتضاعف اليوم بدون أحداث سبتمبر، بدون الفاعلين. وأنا لا يهمني من هو الذي قام بهذا، فضيوفك المتخصصين في هذا الموضوع قد وفوا الموضوع حقه كما تابعت منذ قليل. ولكن ما أود أن أقوله هو أن انعكاسات هذا الحدث وانعكاسات هذه العواقب والنتائج على المسلم المواطن العادي هي التي تهمنا. فهناك من يعتقد من بعض أبنائنا، من خصوصا من بعض العلمانيين أو بعض المحسوبين على ما يسمى بالحداثة، هؤلاء يعتقدون بأن الإسلام هو الذي جلب لنا أحداث سبتمبر، وهو الذي جلب لنا هذه المآسي التي نعيشها هنا وهناك. أيضا من النتائج أن البعض يعتقد بأن طالما نحن نطبق مبادئ الإسلام ونطبق قواعد الإسلام ونطبق الأصول الإسلامية الحقيقية، فإن هذا سيجلب لنا المزيد أيضا من العواقب الوخيمة. أيضا البعض يعتقد بأن هذا التشدد الذي نشهده هنا وهناك باسم الإسلام الأصولي أو باسم المصطلحات المظلومة أو باسم المفاهيم المختلطة، هذا الإسلام هو الذي سبب هذه المشاكل. والحقيقة أن الإسلام الآن ينبغي أن يتخلص من العباءة السياسية وأن يكون إسلاما اجتماعيا أخلاقيا اقتصاديا عقائديا، لأن هذا الإسلام العقائدي، هذا الإسلام الإنساني، هذا الإسلام الاجتماعي هو الذي سيصحح المفاهيم، ليس بالنسبة للغربيين، فهؤلاء لا أعتقد أن طيب أنهم عندهم أحكام مسبقة، ولا يمكن دكتور عبد الرزاق على الأقل في مجموعهم أن دكتور عبد الرزاق أود الاستفادة طبعا من وجودك، لأنه يهمنا المثال الجزائري، ما حصل في الجزائر كانت كذلك ضحية هذا الفكر، يعني هذا الفكر تترجم إلى عمل، إلى فعل، إلى ردة فعل، وربع مليون تقريبا ضحية راحت نتيجة هذا الفكر في خصومة وفي عراك مع السلطة أو مع محل الانقلاب الذي حصل في تلك التسعينات. ما هي الآثار؟ نود أن نفهم الآثار التي تركها هذا الفكر الذي تحول إلى سلوك على المجتمع الجزائري، على علاقات الجزائريين اليوم بعضهم مع بعض، بعضهم مع السلطة كذلك ومع مؤسسات الدولة. يعني نعم، هذا ما أقوله أنا، يعني أن الواقع المعيش اليوم هو هذا الخليط من المفاهيم المغلوطة، لأن هذه المفاهيم المغلوطة هي التي تعمل الآن على يعني ذبذبة المنظومة التربوية، أي ذبذبة عقول الأطفال. هذا المفهوم هو الذي يعمل الآن بالجانب المعاكس على سيطرة الإنسان المسلم الإصلاحي المعتدل الوسطي، يعمل على سيطرته، بمعنى أن هناك الغلو من الجانبين. هناك الغلو باسم الحداثة والعلمانية وما إلى ذلك، وهذا عمله متواصل لإفساد العقول ولإفساد المفاهيم ولإفساد كذا. وهناك أيضا بالمقابل الغلو العقائدي الذي يجعل كل من يخالفه يعني مكفرا أو مفسقا أو مبدعا أو ما إلى ذلك أو ما إلى ذلك. وهذه هي المسائل التي نعيشها الآن في هذه التناقضات التي لا نزال نعاني. بتقديرك دكتور عبد الرزاق، ما الذي يجب فعله حقيقة الآن، ومن أين نبدأ
لنصحح المفاهيم ولننقذ مجتمعاتنا وشعوبنا الإسلامية والعربية من سطوة هذا الفكر؟ أنا أعتقد وبكل تواضع وبكل أمانة أن البداية ينبغي أن تكون من البداية، بمعنى أن البداية الحقيقية هو إعادة تصحيح المفاهيم، تصحيح العقيدة لدى عقول الناس. كيف عمليا دكتور كيف ذلك؟ المدرسة، التلفزيون، العناية بالطفل، العناية بالشباب، العناية بالمرأة، العناية بالجيل الجديد، العناية بالشارع، العناية بالملعب، العناية بكل المؤسسات التي تنتج لنا أجيال مختلفة سواء في الجد أو في اللعب. ولذلك لا بد من إعادة تصحيح المفاهيم في المنظومة التربوية، ولا بد من إعادة تصحيح المفاهيم بالنسبة للجامعات، ولا بد من إعادة تصحيح المفاهيم في العلاقات التي تحكم الحاكم بالمحكوم. يعني هناك مجموعة من القواعد لا بد أن تتحقق وأن تتم إذا أردنا حقيقة أن نصحح المفاهيم ونتخلص من هذه الغثائيات أو كما نسميها في إعطاء مفاهيم مظلومة أو مغلوطة أو خاطئة. واضح جدا. دكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين، كنت معي من الجزائر، أستاذ زهير سالم، فيما يتعلق لأنه هذا الفكر حينما يتحول إلى سلوك عنده دوافع، تحدث عن جزء كبير منها الأستاذ عبد الله، لكن ماذا عن الأنظمة الاستبدادية كذلك؟ ألا تولد كذلك هذا الفكر؟ يعني جزاك الله خير، هذا هو السؤال يعني الآن الذي صارت إليه الأمور. أما أن يعني نحن نجتزئ الإسلام، الإسلام ليس من صنعنا، الدين دينونا ونحن خاضعون في استقبال هذا الدين، فهمنا للإسلام، تعاملنا مع الإسلام. لا يوجد إسلام سياسي، إسلام اجتماعي، وإسلام اقتصادي، أنا لا أقبل هذه المصطلحات. الإسلام هو الإسلام، وهنا سنصل إلى هذه. في أيام العباسيين وأواخر أيام الأمويين كان أصحاب الملل والنحل، يهود ونصارى ومسلمين، يتحاورون في المسجد ويرد بعضهم على بعض في المسجد، ومعتزلة وسنة وقدرية، وهذا كله يتم في حلقات في المسجد، والناس يرد بعضهم على بعض ويتحاورون. أين ذهبت تلك الحرية؟ لماذا لم يجد هؤلاء الناس حلقات مسجدية، أنا أريد أن أقول علمية، سواء في مسجد أو في جامعة أو في أي نادي، علمية حقيقية يطرحون أفكارهم ويسمعون أجوبتهم؟ هذا العلم الذي قام على وشوشني لا وشوشك، يعني مثلي لا أهمسك، وجاهل يعلم جاهلا، هذا الذي أوصلنا إلى هنا. لا نريد أن نغير الإسلام، نريد أن نعلم الإسلام. الإسلام الذي كان يكفل اليهودي يقف على حلقة حسن البصري فيرد عليه، وحلقة واصل بن عضاء فيرد عليه، هذا الإسلام هو الذي نحن نحتاجه. هذا الحاكم المستبد المحلي والعالمي، المستبد ليس محليا عندنا فقط، المستبد الآن اكتشفنا نحن أن المستبدون الكبار عندنا هم موظفون صغار في الدوائر العالمية. هل غياب هذه الحرية هو كان بسبب الغياب هذه غياب هذه الحرية الفكرية والثقافية هو سبب أكبر فيما نعانيه؟ يعني هؤلاء الشباب الذين يتناقلون الأفكار والاجتهادات يعني العقائد السقيمة والفقه المعلول، لو وجدوا بيئة صحية يتنفسون فيها ويستمعون فيها إلى الكبير والأصغر وسمعوا الردود، ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أنا الأخ عبد الله حكى كلمة يعني شوية بده يسمح لي، هل الآن السعودية تحاول أن تتخلص من الفكر الثقافة النجدية؟ هو سلمان العود تبع الثقافة النجدية ولا يعني خلينا نتكلم. حتى سلمان العود عمل شوية مراجعات على يعني على أصوله الفكرية، يعني نحن يبقى 100%. وأنا سأضيف، أنا عجبتني الفكرة مهمة. وعندما طارد المستبدون رجالات مصر ورجالات سوريا وألجأوهم إلى تلك البلاد، هؤلاء المفكرون أصحاب المشروع اللي تحدث عنه الدكتور عبد الرزاق من الجزائر، هؤلاء أصحاب المشروع الذي يستوعب، عندما اضطروا أن يعيشوا في ظل ذلك الفقه أنشأوا نوع من العلاقة
يعني عايشين في هذا البلد ولا يبقى لهم لا جزائر يرجعوا لها ولا مصر يرجعوا لها فبالتالي غابت البيئة الحاضنة. كل المبررات التي سيقت لهذا الغضب مبررات حقيقية، ولكن لو وجد القادة الحقيقيون لوظفوا هذه المبررات تحديات توظيفا إيجابيا، وظفوها في مشروع تنموي، في مشروع إبداعي، في مشروعات حقيقية وضعت الأمة على سكة حقيقية تصل بها إلى نتيجة، وليس على سكة عدمية تنتهي جميل. بها إلى الهاوية التي انتهينا إليها جميل. في هذا المسار. سنعود لمواصلة النقاش مع ضيوفي هنا وفي الولايات المتحدة مشاهدي الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير تفضلوا بالبقاء معنا. أرحب بكم مجدد مشاهدي الكرام إلى الدكتور محمد عويس في الولايات المتحدة. دكتور، يعني ما الذي يجب فعله الآن إذا اتفق الجميع على أن هذا الفكر المتشدد، هذه النظرة أو الفهم الخاطئ للدين ومبادئ هذا الإسلام وللدعوة حتى له كله خاطئ، ما الذي يجب فعله لتبصير الناس، يعني لإعادة الناس على من تقع مسؤولية إعادة توجيه الناس وتصحيح المفاهيم؟ يعني تفضل الأستاذ عبد الله وتحدث عن الوهابية أو الإسلام النجدي، نظرا أنه لا يوجد أحد للدفاع عنهم، أنا سأدافع عنهم، ليس لأنني منهم ولكن لأنهم غير موجودين. الشطط الموجود في الشارع الإسلامي والعربي، والعربي الإسلامي والإسلامي العربي، هو ليس حكرا على السعودية أو على سوريا أو مصر أو العراق، بل الجميع يريد أن ينتصر لنفسه. وكما تفضل الأستاذ زهير، قال أن المسيحي واليهودي والمسلم كانوا يتحاورون في المسجد. الآن المسلم لا يستطيع أن يحاور مسلم في مسجد، لا في سوريا ولا في مصر ولا في لبنان. يعني هناك الحسيب والرقيب موجود، وشيوخ السلطان موجودين ليوشوا بالناس الذي يتحدث عن الإصلاح، ليس حتى عن تغيير النظام، عن إصلاح حال بيته، يسجن ينكل به. المفتي العام في مصر يعني يفتي بإعدام 75 شخص بجرة ألم. فلذلك يعني المشكلة هي على مستوى العالم، ودعني يعني أصغر الدائرة على المستوى العالم العربي المسلم. عندنا مشكلة أن عندك حكام ظلم وظلام، وعندك شيوخ السلاطين وشيوخ البلاط هم يفتون للرئيس بما يريد. فلذلك يعني مشكلتنا كبيرة جدا، والشيخ الجليل لا يستطيع أن يكون جليلا إن كان يريد أن يكون جليلا، لأنه يسجن ويحكم بالإعدام، يتهم، يقول يا أخي هذا إخوان، مباشرة يقول داعشي. طيب يقول دكتور، هذا توصيف لواقع، لكن سؤالي كان حول كيفية تصحيح المفاهيم، لأنه في نهاية الأمر يعني مشكلة المفاهيم هذه مشكلة كبيرة جدا، وهي التي تسبب هذا التشدد وهذا الغلو. اليوم عندنا مشكلة، الآن عندنا هذه الجماعات برغم قلتها لها قدرة على التأثير وعلى جلب الشباب وعلى التجنيد، ورأينا داعش وأعداد التي ذهبت إليها حتى من الغرب وربما حتى من الأغنياء والحال ميسوري الحال. كيف يمكن أن نواجه من يواجه هذا الفكر؟ يعني الله يرحم القذافي قال: من أنتم؟ من أنتم؟ وأنا أزيد على ما قاله القذافي: من أين لكم هذا؟ من أين أتى داعش؟ من أين كل هذه السيارات والأسلحة؟ من وراءهم؟ هي ليست فقط داعش، كل هؤلاء من هم؟ دعني يعني أوضح أن أنا مع الربيع العربي حتى موتي، حتى أموت أنا مع الربيع العربي، وإعطاء المسلم العربي وغير المسلم العربي حرية التفكير، حرية العطاء، حرية العيش بحرية كاملة ضمن نطاق القانون، القانون إن كان إسلامي أو غير إسلامي. المهم أن الجميع، الحاكم والمحكوم، يحترمون سيادة البلد وسيادة الإنسان. طالما أننا لا نستطيع أن ندعو للإسلام في بلد يحكمه زنديق، لن نستطيع إصلاح نفسنا، حتى لن نستطيع تعليم أولادنا الدين الحقيقي، طالما أن هناك رجل مخابرات من الممكن
أن يأخذه إلى غياهب السجون ويعدم لأنه قال لا إله إلا الله. عندنا مشكلة صعبة، أنا لأنني لست من الشيوخ لا أستطيع أن أفتي بهذا الموضوع، ولكن أنا مع الربيع العربي، مع حرية المواطن العربي. مسؤولية الجميع دكتور، المدافع عن الإسلام الحقيقي والصادق هذه مسؤولية الجميع، مش فقط الشيوخ، كل من له فكر وسطي ويفهم الأمور كما يجب. وماذا عن المخابرات؟ وماذا عن يقوم بدوره في هذا الاتجاه؟ وماذا عن حكام الظلم والظلام؟ هنا الخطر، الخطر أنك لا تستطيع أن تصلي وتسلم على رسول الله كما أمرك الله، لا تستطيع أن تقرأ القرآن في العلن، لا تستطيع أن تكون كما أمرك الله، لأن السلطان لا يريد لك ذلك. شيطن الإسلام من أجل حكم المسلمين. نعم، سأعود إليك أستاذ عبد الله من ربما كلمة الأخيرة اللي قالها الدكتور عويس متعلقة بظهور صنف جديد من الملتزمين أو من المسلمين أو من يحاول أن يبرر للحاكم أي فعل، وهو بعض يقول هو ردة فعل ربما على الفكر هذا المتطرف الغالي فذهب في الاتجاه الآخر، وإن كان تاريخيا موجود ضمن الثقافة الإسلامية وهو ما يعبر عنه بالمصطلح الحالي بالفكر الجامعي أو الفكر المدخلي، والذين يسببون مصائب حقيقة. يعني لما نشوف ما يحصل في ليبيا على سبيل المثال، ومن يقف مع حفتر اليوم هم هؤلاء الذين يقفون معه على اعتبار أنه ولي الأمر، وأن هناك آيات وأحاديث لا تجيز أبدا الخروج عنه، ولا يجوز حتى نصحه إن رأيته في معصية. يعني لابد أن نفرق بين قيمتين، بين مصطلحين. وعندك السلفية بالمعنى سلفية السلف الصالح، وهذه الأمة بإجماعها هي سلفية. نعم، يعني هي على المحزة البيضاء ليلها كنهارها. أنا ما رأيت مسلما يصلي الظهر 5 ركعات، ما رأيت مسلما يصوم رمضان 34 يوم. فإذا تقصد بسلفية الالتزام بأحكام الله كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمة كلها سلفية، لا داعي للمزايدة عليها. وهناك السلفية بالمعنى الحركي. لا يختلف اثنان أن السلفية بالمعنى الحركي هي بامتياز هي نجدية، هي خارجة من السعودية. يعني لا يختلف اثنان، يعني كل ليش الإخوان خارجين من نجد على سبيل المثال؟ نتكلم عن المدارس الفكرية. الإخوان مدرسة فكرية يعني. أي ليست من السعودية وحركية قصدي. يعني أنا لما تتكلم عن المدارس الفكرية تحكي على السلفية الحركية. السلفية الحركية يعني بالمعنى حتى لا يختطف السلف الصالح، لأنه هذه الحركة تحاول أن تختطف السلف الصالح. يعني أنت عندما أنت عند شاب وتعطي له تقول له إذا جيت معنا أنت تكون سلفي بمعنى السلف الصالح، بمعنى سلفية الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أي بمعنى الالتزام بالدين، والأمة ما زالت ملتزمة بالدين مع بعض المعاصي وما عاد كان، لكن السلفية بالمعنى الحركي هي خارجة. وهذه المدرسة، هذه المدرسة ضررها واضح. يعني ربما مانيش عارف، أنا أتمنى للمدرسة النجدية أن تطور نفسها في المستقبل، لكن ضررها واضح. وأكبر مصطلح الآن متداول ما يسمى بالمدخلية. المدخلية واضح رموزهم من وين، وما واضح مرجعيتهم وين، لا يختلف اثنان. يعني مرجعيتهم ليست في دمشق، مرجعيتهم ليست في وهران، مرجعيتهم ليست في كراتشي، مرجعيتهم واضحة وين. والمشايخ نتاعهم اللي لما تواجهه معضلة يمسك التليفون يتصل به، واضحين وين هما. وهذا مصطلحاتهم وأدبياتهم الفكرية واضحة. ونحن فقط يعني ناقشنا في الجزائر أظن قبل 3 أو 4 شهور كان فيه كارثة، أنه واحد من أتباع هذه المدرسة قال خرج من الإسلام من أهل السنة والجماعة الشعب الجزائري كله في بيان واضح، ولعلكم تذكرون كذا. فإذا هذه المدرسة بهذا الأداء بهذا التصنيف راهي واضحة من وين خارجة حتى لا نختلف. خلينا نعود لموضوع لأن الناس قد يختلفون في تحليل مآلات الأمور عندما تقع، عندما تقع الأمور أو قبيل وقوعها قد يختلف الناس في الحكم عليها سلبا أو إيجابا، لأنه الناس تحلل. حتى واحد ما عنده الحق باش يقول خلاص هذا هو الحكم النهائي أو الوصف النهائي، لكن بعدما تحدث
هنا الآن نحن لا نحللها وإنما نحكم على مآلاتها. نعم. الآن احنا نتكلم عن هذين الشعارين بمناسبة هذا موضوع السلفية والسلف، ربما يعني نناقشه بتفصيل أكثر وكذا، فقط جاءت في السياق فقط. احنا شعار الحرب على الإرهاب وشعار الجهاد الذي رفعته القاعدة وأخواتها. الآن في 2018 إذا نظرنا إلى الحالة على الأرض كما هي، نعم، لوجدنا أن كلا الشعارين تسببا في إحلال كوارث على الأوطان. يعني الآن القاعدة وداعش ومن ناحية نحوها واضح عند المسلمين الآن أداء هذا الناس، والدليل على ذلك أنهم كل ما يمر يوم يزيد تزيد نفرتهم، والناس لا يلتحقوا. يعني السحر والإعجاب اللي كان موجود بعد 11 سبتمبر بهذه التنظيمات وعلى رأس القاعدة، أظن تتفق معي لم يعد ذلك السحر قابل للتسويق، يعني ضعف كثير. لما يعني جاء داعش كأنها عادت الصورة وعادت جذبا الشباب أساسا. طبعا هو ما ينتهيش يعني بجرد قلم بيوم واحد، لكن كل ما مرينا بتجربة كل ما توضح هذا الفكر وخطورته ودماره فتصير فيه شبه مناعة لتلك الشعوب. يعني الآن الشعب العراقي العربي السني مستحيل يعود مرة ثانية يشتري شعار القاعدة. مستحيل الآن الشعب السوري يشتري مرة ثانية شعار داعش وشعار القاعدة. صح الثمن كان كبير لأنه بالدم، لأنه الناس ما عرفتش يعني سوقتوا لنا شعارات وكذا. وبالتالي إذن هذا فكر القاعدة لما تجي الآن تقيمه لو تجده دمارا في دمار، يقابله أيضا شعار الحرب على الإرهاب أيضا خلف دمارا على دمار. نعم. الآن يستطيع جورج بوش اللي هو ورامسفيلد وكولين باول وكوندوليزا رايز، يعني النيو كونسيرفاتيف، يعني المجموعة هذيك اللي رفعت شعار تخليص العالم من الإرهاب انتع القاعدة. نعم. هل الآن في العراق استقر العراق ولا تدمر العراق؟ هل الآن أفغانستان مستقرة أم مدمرة؟ هل الآن يعني معناه الآن نستطيع نحكم بأريحية والشعوب قد انضمت إلى بدأت جميل. تشكل نعم. صورة حقيقية نعم. ولذلك فقط هذه سمحني، ولذلك أصبح الآن الاستثمار في الإرهاب والحرب على الإرهاب يدر المال ويثبت العروش. جميل. إلى باريس سنتطرق إلى سنتطرق بعد لحظات، بس حتى أخذ مداخلة الدكتور أحمد البرقاوي مدير أو رئيس مركز دراسات والبحوث الجيوستراتيجية معي من باريس. ورحب بك دكتور البرقاوي. يعني الحادث هذا أثر كما يعلم الجميع على علاقة المسلمين بالغرب أساسا حادث 11 سبتمبر 2001، وآثاره البعض يقول ما زالت متواصلة إلى اليوم. هل توافق بداية هذا الرأي أنه ما زال المسلمون إلى اليوم لم يتخلصوا بعد من آثار تلك الهجمة أو ذلك الحادث، وما زالوا يدفعون الثمن إلى اليوم؟ دعني أشكر استضافتكم في هذا اليوم. مرحبا بمشاهدي قناة المغاربية. طبعا هذا الموضوع تناوله الجميع من كل الزوايا، وأنا أقول أن أحداث 11 سبتمبر 2001 هي مفرق إذا صح القول في العصر الحديث. بالتالي نحن نتذكر قولة جورج بوش الابن الذي قال إما أن تكون معنا أو ضدنا. نحن الآن في 2018 الرئيس الحالي الأمريكي دونالد ترامب نفس الخطاب السياسي الذي أعتقد أنه أصبح متطرف أكثر نحو اليمين، الذي بدأ يقول إما أن تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء كنت صديقا حميما أو داخلا في دائرة الاستراتيجية الأمريكية أو خارجية. فبالتالي 2011 سبتمبر 2001 كانت تجديد أو بعث نظام دولي جديد يشكل هذا النظام من يعني أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد من خلال هذا النظام الدولي الجديد أن تكون هي السنتر، يعني تكون أو يعني هي المدار الذي يدور من حوله كل الكواكب حتى الاتحاد السوفيتي الذي انهار. فبالتالي أقول أن نجحت إلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية في صياغة هذا المشروع وهو النظام
الدولي الجديد، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت على القوة الوحيدة. في السنوات القبل كان قبل أحداث 11 سبتمبر على الأقل هناك بما يسمى روسيا، لا نقول الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي انهار مع خروج طبعا وتفتت بعض الدويلات، لكن الآن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الحاكم الوحيد في هذا النظام الدولي الجديد، وأعطت خلال الأيام الأخيرة وهذه السنة خاصة منذ مجيء دونالد ترامب أنه قال بالحرف الواحد أنه لا يسعى إلى صداقة كل الناس، منها الاتحاد الأوروبي وهو الشريك الأول يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. نعم. فهو يقول الأمريكان الأمريكان ولا غير. طيب دكتور برقاوي، هو سؤالي كان متعلق بواقع المسلمين علاقتهم الآن، ما الذي يجب فعله إذا كانوا ما زالوا متضررين الآن وأثار هذا الحادث في هذا التغير الكبير للسياسة الأمريكية ما زالت إلى حد الآن على الأقلية المسلمة في أوروبا؟ يعني كيف يواجهون هذا الفكر، كيف يواجهون ردة الفعل، لأنه أحداث الثورة السورية أساساً أظهرت أن داخل المسلمين، داخل أقل المسلمة في أوروبا، هناك من يدعم هذا الفكر، هناك من ذهب وهناك من شارك وهناك من قتل، حتى هناك ما زال موجود هذا الفكر وتأثيره سيبقى على الأقلية المسلمة. كيف نواجهه أو كيف يواجه هذا الفكر في المجتمع الغربي؟ يعني دعني أقول لك أنه تبعات أولا أحداث الاستفزاز على المسلمين على جور خصوص أنها كانت طبعا بعد انهيار بما يسمى الشق الشيوعي أو الشق الأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي وما تبعها، ولدت أمريكا في بضاعتها المسلمين، واستطاعت أن تنجح إلى حد ما في توريد هذه البضاعة، وهو الخصم الأول عن طريق طبعا القاعدة كما أشار ضيفك الكريم ومآلات نتائج هذه أحداثا. بالتالي الآن تسألني ماذا يمكن أن يفعله المسلمون، أنا أقول أن كل نتيجة لها آثار أيضا عكسية بما يسمى بالفرنسي الفيدباك، والفيدباك هذا سلب للولايات المتحدة الأمريكية وقع الآن، لأنه صحيح كان ضحية أحداث 11 سبتمبر هم المسلمين الأوائل ويعني دفعوا ثمن غالي جدا، ثم جاء الربيع العربي وأعطى إشارات جديدة، وكان من المفروض طبعا لو نجح ثورات الربيع العربي كان من المفروض أن نخرج من هذه البوتقة أو خروج ما عن هذا السيناريو البائس للولايات المتحدة الأمريكية، وهو إدماج المسلمين في هذه خارطة التاريخ وهو الإرهاب وما آلت إليه الأوضاع، إلا أن ثورات الربيع العربي انتمشت طبعا وقع احتوائها بشكل ما من سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الاتحاد الأوروبي وغيره. فبالتالي المسلمين الآن تقول كيف يمكن، المسلمون الآن ما زال عليهم ضغط داخل دول الاتحاد الأوروبي، وأقول المسلمين الفرنسيين يعني الفرنسي المسلمين سواء أو الذين يعيشون ولهم الجنسية أو ولدوا على التراب الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، بالتالي أمامهم ما زالت مسافة كبيرة جدا لإثبات أولا وجودهم، لإثبات صدق نواياهم، يعني لابد أن يثبتوا للشق الآخر صدق نواياهم أنهم أصبحوا فرنسيين بالمعنى الكامل للمجتمع الفرنسي مثلا. نعم. وبالتالي أمامنا تحديات كبيرة جدا. واضح. دكتور أحمد برقاوي رئيس مركز الدراسات والبحوث الجيوستراتيجية كنت معي من باريس، شكرا جزيلا لك أستاذ زهير فيما يتعلق بمواجهة هذا الفكر كيف تكون؟ يعني هنا سأعقب تعقيب بسيط، يعني الآن هذه الصيد الثمين الذي وقع في يد أعداء الإنسان سأقول أنا بكل الأطراف، يعني صيد أكثر من عصفور بحجر، الآن هذه النماذج التي قدمت للإسلام، المشروع الإسلامي الوسطي المعتدل لقي رواجا وقبولا عند كثير من الشعوب العربية والإسلامية بشكل عام، وكانت نتائج الانتخابات
في مصر وفي ليبيا وفي المتوقع في سوريا وفي تونس شاهد. فقدموا لهم نموذج إسلامي مشوه تمثله داعش وتمثله تنظيم الدولة. والآن كما تفضل الأخ عبد الله هناك نفور، هناك نفور عن الإسلام وليس عن المشروع، وهذا هو المقصود. نحن لا نريد أن الناس تكره هذه التنظيمات بردة فعل، يجب أن نرفض هذه التنظيمات بفقه برؤية. ما الذي يجعلنا نرفض؟ وبالتالي هنا يجب أن نؤسس لحالات صحية على مستوى السياسة وعلى مستوى الاجتماع. السلفية الاجتماعية أخطر من السلفية الفقهية. السلفية الاجتماعية يعني ترجع تلبس، ترجع تستخدم الحجر في الطهارة. يعني في ناس، هذا كلام أنا لا أتي به من بعيد، يعني هذا الأمر، يعني هذه الأمور علينا أن نؤسس على مستوى السياسة، على مستوى الاجتماع، على مستوى الاقتصاد، تأسيسات سليمة. العالم الذي يريد أن يعيش حياة آمنة وطبيعية كما يعيش الإنسان البريطاني والإنسان الفرنسي في أمن وأمان وحرية، يجب أن يكون مساعدا على هذا وليس مناقضا له. هذا العالم الذي يبذل الآن جهود لكي يمكن تمكين الاستبداد لن ينهي هذه الحالات. أنا لا أتفائل أو بأن هذه الحالات ستنتهي، هذه الحالات سوف تتجدد ربما بأشكال أكثر بشاعة وأكثر تطرفا. علينا أن نبدأ البدايات الصحيحة بالتأسيس للفكر الصحيح، الفقه، وأميز بين الفكر والفقه، أو الفقه الصحيح والحياة الاجتماعية السليمة والإسلام بأبعاده الكافة. في أيام سيدنا علي أشهر في وجهه لا حكم إلا لله، وكان الإمام علي بن أبي طالب لا أحد يزاود عليه، وزاودوا عليه بهذه القضية. نحن أمام امتحانات صعبة، تحديات خطيرة، يقصى. هل يقوم أصحاب الفكر المعتدل أو الوسطي، لأنه الفكر المعتدل هو ضحية كذلك لهذا، هذا الذي هل يقومون بوجه هؤلاء الآن مع الأسف استكمالا للعبة يتم إقصائهم وسجنهم ومحاكمتهم ومطاردتهم وتكميم أصواتهم وعدم السماح للناس أن يسمعوا منهم، لأن هذه الحالة بكل تناقضاتها مطلب سأعود فأقول عند أعداء الإنسان في الشرق وفي الغرب. لكي نتخلى يجب أن يكون هناك تحالف إنساني، تحالف بمعنى ما. ليس الإسلام عايش، إسلام أكثر دين متعايش. دخل إلى سوريا، يعني أنا أقول في عندنا من الملل والنحل في سوريا ما أستحي أن أذكره على الهواء. كتب التاريخ تذكره، وكتب التاريخ تذكره. وما أحد أقصى أحد، صحيح. وما أحد استأصل، وما أحد استأصل أحد، وكان هؤلاء الناس يعيشون حياة طبيعية، لا أحد يزاود علينا. يعني ما حصل في إسبانيا، ما حصل في إسبانيا بعد الفتح أو في الأندلس بعد الاستعادة لم يحصل في أي بلد يعني انساح فيه المسلمون. يجب أن تكون الأمور واضحة. اتهامنا بأن استئصاليون وبأننا يعني هذه التاريخ يذكر أنه ما حصل حتى من حروب بينهم بين الكاثوليك والبروتستانت، ومن ذهب ضحيتها لم يذهب إذن ملايين البشر. إذا كنا نريد في هذا العالم التعايش، يجب أن يسبق التعايش تعاون، تفهم من الجميع. أما أن يكون الأقوياء أدوات لتسليط هؤلاء المفسدين في الأرض من أمثال بشار الأسد وغيره، كتذكرتم السيسي الآن و75 حكم إعدام بشطبة قلم. هذا الذي يجري في العالم. سجن الذين يعني يدعون إلى الإصلاح في الأرض هم الذين يملؤون السجون في عالمنا العربي، والمفسدون في الأرض هم الذين يتربعون على العروش والكراسي. هذه المعادلة ستخلق لنا المزيد والمزيد من الإشكالات. أستاذ عبد الله، البعض يقول طبعا الفكر الوسطي هو الأمل، لكن يبدو من يحمل هذا الفكر الوسطي المعتدل هو نفسه في فتنة. ذكر نموذج منها أستاذ الشيخ سلمان العودة على سبيل المثال، أكبر دليل في الواقع الحالي الآن. ما هي القيمة أو ما هو الفضاء الذي يجب البحث عنه حتى يفسح أو تعطى الفرصة لهذا الفكر؟ البعض يقول القيمة الأساسية هي قيمة الحرية، لابد الجميع يجاهد يناضل من أجلها، لأنه فيها يستطيع أن يجد
تجد كل هذه الأفكار التي كانت موجودة سابقا مداها ومجالها، ثم الفيصل للإنسان نفسه في نهاية الأمر. يعني بنظرة بسيطة يعني أو عملية رصد للخط البياني لهذا الفكر من الناحية الفكرية، وأنا أعتبر نفسي واحد من ربما الذين يشتغلون بهذا الملف، لأن من بدايته نعم. وإلى إلى يومنا هذا أستطيع أن أقول هناك مستويان. يعني هناك على مستوى تفاعل الأمة مع هذا الفكر، هذا المستوى المؤشرات كلها تدل هو الآن الخط البياني له في انحدار مقارنة بالألفين وواحد وحتى بداية التسعينيات ومنتصف الاحتلال 2005 و2006، يعني بعد الكارثة انتهى العراق وبعد الربيع العربي، الفكر هذا مني بنكسة، فهو على مستوى مناعة الأمة، الأمة بدأت الآن تأخذ مناعة من هذا الفكر. وهذه أنت لو جيت عند إنسان، لأنه إحنا مش ممكن نتوقع أنه عامة الأمة عامة المسلمين كلهم يصيروا خبراء ويقومون ببحوث ويجلسون في المكتبة ويقرؤون هذا الفكر ونشأته ومن يشعرف ومخاطر وكذا، هذا يعني هذه القلة الأكاديميين أو الباحثين أو ما إلى ذلك. لكن هناك طريق أقصر، صحيح كان مؤلم ودموي مليء بالدماء والدموع، اللي هو التجربة على الميدان على الأرض. هذا أعطى للأمة مناعة. أنت مستحيل الآن تروح للجزائر بعد ما شاف الشعب الجزائري ما فعلته الجية وبعض الجماعات وذلك الثنائي الذي تحالف على الشعب الجزائري، جنرالات يعني أجهزة في المخابرات وأجهزة أخرى في الجبال. فأنت المواطن هذا اللي مر بهذه التجربة المريرة بصعوبة أنه لم ينتهي أجله خرج منها سالم، مستحيل تقدر تبيع له شعارات أنت في المستقبل هذه. نفس الشيء المواطن السوري، نفس الشيء فإذا الخط البياني يقول على مستوى الأمة والمناعة هو تسويق هذا الفكر الآن في عملية انحدار. الخطورة لا تكمن هنا حسب متتبعنا لهذا الملف، الخطورة تكمن في أن هذا الفكر أصبح مصدر التجار وأصبح مصدر لتثبيت العروش. أي بمعنى فتحت أعين بعض الأنظمة ومنسقة مع الغرب، لأنه صار يدر منافع، والمنافع هذه أول منفعة فيها هو البقاء في العروش. يعني بمعنى النظام ديكتاتوري مستبد فاسد قاتل مجرم، صار الآن حتى يسوق نفسه يكون عنده خط ساخن بينه وبين الأجهزة الأمنية الغربية حتى يسكتوا عليه قليلاً، صار حتى لو ما عندوش إرهاب يصنع إرهاب. يعني حتى لو ما عندوش، وكلنا نذكر الموجة التي جاءت بعد الربيع العربي، حتى أسامة بن لادن نفسه والناس صدمت. أنا استضفت في الحوار لمناقشة للتعليق على شريط أسامة بن لادن قبل مقتله، ويوصي فيه الشباب في الوطن العربي أنه الأسلوب الأول الذي اعتمدته القاعدة الرجاء أن تتخلوا عنه لأنه لا يخدم لا الدين ولا الوطن وكذا، كان مبهور بالتغيير بالطرق السلمية التي فرضها الشباب في ميدان التحرير وفي ميدان السبعين في اليمن وفي تونس وما كذا. فإذا بدأ هذا الفكر في حالة انهيار، هنا تلقف هذا الفكر لأنه استثمروا فيه. ولعل تسمعون ففي كثير من الأحيان يقول لك النظام الجزائري يسوق تجربته، هو لا يسوق تجربته في كيفية الاستقرار في كيفية ضمان الحريات، هو يسوق تجربته في كيفية الاستثمار في هذا الفكر. أرعب الشعب، أخف الشعب، أقمع الشعب واصنع له مجموعات، ولذلك ما تنتهيش نهائيا، دائما موجود مجموعة في الاحتياط 20 100 500 حسب الحالات، حسب الحالات تظهر وتختفي. ليه؟ وهكذا بشار الأسد، كلكم تذكرون يا أخي ما نشبعات قبل 5 سنوات 6 عندما بدأت الثورة السورية بالطريقة السلمية تزعزع وتزلزل عرشه، عسكرها ورفع الشعار أنه هذه ليست ثورة سلمية تريد حياة مدنية وشرعية دستورية، هذه هم يكذبون عليكم. واضح. هؤلاء قاعدة، هؤلاء إرهابيون، وسوق هذا. فإذا على مستوى الأمة فيه مناعة وجاءت بثمن باهظ، يعني الأمة الآن طيب عندها مناعة. يعني في على مستوى الأجهزة، ولذلك أنت تشوف الآن كيف يعني الشيخ سلمان العودة
يعتقل ويسجن ومعه مجموعة من الدعاة، في حين هؤلاء أنا أذكر بعد 11 سبتمبر وذكرت هذا في عندكم، قلة قليلة من قلة من قلة اللي كانوا واضحين في فكر القاعدة، كان من بينهم الشيخ سلمان، ولقي في سبيل ذلك ما لقي واضح من هجوم من القاعدة. طيب. هذا يسجن ويراد له أن يغيب صوته وتأليفه ومشاركته في، لماذا؟ لأن نريد بعض رسائل أخرى، خلي الفكر التشدد التنطع الإقصاء التكفير كذا. جميل. نعم. أعطيه، نعم. هذا أعطيه مجال سواء في مصر أو في اليمن أو في الجزائر أو في غيرها. فإذن الخطورة تكمن هنا، أنه بات مصدر التجار لتثبيت العروش، وهذه لست أدري كيف تواجهها الأمة إن شاء الله في المستقبل. شكرا جزيلا لكم، كلام هذا مهم جدا ويحتاج أكثر من جلسة، لكن إن شاء الله نكون وفينا على الأقل بجزء مما يستحقه الموضوع. الأستاذ زهير سالم رئيس مركز شرق العربي، الأستاذ عبد الله أناس المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا، والشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام على المتابعة. موعدنا في لقاءات أخرى، السلام عليكم.